القطاع الأمني والعسكري بمحافظة المهرة في طريقه لاستكمال عملية تأهيله ورفته بالمعدات والآليات. في هذا الإطار استلمت السلطات المحلية بالمحافظة عددا من المركبات المقدمة من المملكة العربية السعودية كدفعة ثانية ضمن مشاريع تطوير المنظومة الأمنية والعسكرية ومدها بكامل الاحتياجات. هذه الإضافة هي زيادة في حالة الأمن وزيادة في حالة الاستتباب ومزيد من استقرار أمني في محافظة المهرة. المملكة مشكورة قيادة وشعبا على هذا العطاء وهذا الدعم. هذا الدعم الدفعة الثانية، ننتظر أيضا المزيد من الدفعات القادمة لتستطيع هذه المؤسسات القيام بعملها وواجبها. هذه المركبات المقدمة ستوزع على قوات خف السواحل وقوات حرس الحدود لرفع من مستوى أدائها في حماية المنافذ البرية والبحرية ومكافحة عمليات التهريب بمختلف أشكالها. دعم خفر السواحل اليمني وحرس الحدود بغرض المحافظة على أمن محافظة المهرة من تهريب السلاح والمخدرات، وتكون إن شاء الله رافدا لما يقدم من مشاريع تنموية، وبإذن الله يعمل على هذه العربات أبناء اليمن أبناء المحافظة، وهم من يقومون بالقيام بواجب أمن المحافظة. ويأتي هذا الدعم السعودي المتواصل للمهرة استكمالا للمشاريع التي تقدمها المملكة في سبيل تطوير مختلف القطاعات الأمنية منها والخدمية. عبد الرحمن بن عطية، الإخبارية، محافظة المهرة.